بعد نجاح تجربتها الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة، مفوضية الانتخابات تجدد تعاقدها مع مطابع شبكة الإعلام العراقي بطباعة الأوراق والمواد غير الحساسة للانتخابات المحلية المقبلة. رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية وخلال زيارة ميدانية أشاد بجودة المطبوعات والتزام الشبكة بالتفاصيل الدقيقة للعقد. اطلعنا على الجهد المبذول من قبل الشبكة وأن العمل واصل إلى مراحل متقدمة، استعدادا لإجراء الانتخابات مجالس المحافظات في موعد المقرر في 18/12 من هذا العام إن شاء الله. الحقيقة هذه التجربة الثانية، كانت التجربة الأولى في انتخابات عام 21 وكانت تجربة ناجحة ورائعة جدا، وحقيقة المطبوعات تضاهي المطبوعات التي تقوم بها تطبح المفوضية خارج العراق. تضمن العقد طباعة سجل الناخبين الخاص والعام، طباعة بوسترات تعريفية وطباعة بوسترات إرشادية وطباعة بوسترات أيضا تحذيرية، فضلا عن سجل خاص بأسماء المرشحين، وإضافة إلى بعض المواد الخاصة اللوجستية بصناديق الاقتراع والعملية الانتخابية بشكل عام. وبحسب القائمين على مطبعة الشبكة، فقد تم الانتهاء من طباعة سجلات وأوراق محافظات كركوك ونينوى، فضلا عن البصرة وميسان وذيقار وكربلاء والمثنى بمدة قياسية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المحافظات الأخرى منتصف شهر تشرين الثاني وقبل السقف الزمني المحدد في العقد. أهم مطبوع تقريبا اللي هو سجل الناخبين مع البوستر الجداري الخاص بكل المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم. الآن نحن في مرحلة الإنجاز، تقريبا أكملت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التعليب لغرض الشحن أكملت تقريبا 7 محافظات من أصل 14 محافظة أو 15 محافظة. وبالتزامن مع استمرار العمل على طباعة أوراق باقي المحافظات، يجري التحضير لخطة مشتركة بين شبكة الإعلام ومفوضية الانتخابات بالتنسيق المباشر مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتأمين نقل المواد كافة من المطبعة إلى مكاتب المفوضية في المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات المقبلة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.